مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نجدد بكم اللقاء في هذا البث المباشر هنا من مدينة تشير الجهادية، حيث تشهد في هذه اللحظات حريق مهول بأحد المنازل المهجورة بالمدينة. كما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات وصول عناصر الوقاية المدنية من أجل التدخل لإخماد النيران التي لا زالت تواصل التهام هذا المنزل المهجور منذ سنوات عديدة. ولله الحمد فالخسائر ليست هناك أي خسائر بشرية باستثناء الأضرار الجسيمة التي لحقت بجدران المنازل المجاورة وأيضا بعض الأشجار التي نبتت داخل هذا المنزل المهجور، لكون هذا المنزل لم يعد صالحا للسكن منذ مدة ولا يقطن به أحد منذ سنوات عديدة، وظل بابه مغلق لسنوات عديدة قبل أن تندلع في النيران زوال اليوم بشكل مفاجئ ولأسباب لا زالت إلى حد اللحظة غير معروفة ومجهولة الأسباب، في انتظار ما ستسفر عنه والتحقيقات التي بشرت عناصر الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة التي فتحت تحقيقا من أجل تحديد حيثيات وملابسات هذا الحادث الذي تعرفه مدينة تشيرة في هذه اللحظات. كما كتبوا معنا على المباشر قوة الأدخنة المنبعثة داخل هذا المنزل، فلطف الله ونتمنى السلامة للجميع. كما كتشوفوا معنا على المباشر في هذه اللحظات عناصر الوقاية المدنية تتدخل من أجل إخماد النيران ومن أجل إطفاء النيران الملتهبة التي شبت داخل جدران هذا المنزل الذي ترون أمامنا. كما كتشوفوا يعني قوة النيران جعلت المنطقة كلها مغطاة بالأدخنة. كما كتشوفوا معنا على المباشر الوقاية المدنية حاضرة كما كتشوفوا معنا من أجل إخماد النيران، فأنتم كتشوفوا بطبيعة الحال يعني ما شفتي فيه أي فكما قلت فالأمر يتعلق بحريق مهول شب بأحد المنازل المهجورة على مستوى هذا الحي بمدينة تشيرة الجهادية، لكن تدخل الوقاية المدنية في هذه اللحظات جنبت المنطقة بطبيعة الحال. حريق مهول كما كتشوفوا معنا على المنطقة، تدخل عناصر الوقاية المدنية في هذه اللحظات، ف الكل يواصل مجهوداته الجبار من أجل إخماد النيران كما كتشوفوا معنا على المباشر. ففي هذه اللحظات كما كتشوفوا عناصر الوقاية المدنية تبدا
تدخل في هذه اللحظات من اجل اسناد اميرا في المناطق على المباشر.
إذن متابعينا الأوفياء كما تتابعون معنا في هذه اللحظات، لا زالت النيران توصل التهامها لهذا المنزل المهجور هنا بمدينة تشير الجادية. كما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات تدخل عناصر الوقاية المدنية من أجل إخماد النيران الملتهبة داخل هذا المنزل المهجور لحدود اللحظة. الأسباب وراء الحديث غير معروفة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشر عناصر الضابط القضائي تحت إشراف النيابة العامة. فعناصر الوقاية المدنية وصلت للتو من أجل مساهمة في إخماد النيران، والمجهودات متواصلة في هذه اللحظات. خراطيم المياه لا زالت تواصل عملية الإطفاء والإخماد من أجل السيطرة على النيران الملتهبة داخل هذا المنزل المهجور. ولحسن الحظ المنزل لم يكن بداخل أي شخص نظرا لكونه مهجور منذ سنوات عديدة. كما كتشوفوا معنا لا زالت الأدخنة متصاعدة وتغطي السماء المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر. فالسبب الرئيسي ديال الحريق لا زال غير معروف بتاتا ولا زال مجهول كما قلت، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها عناصر الضابطة القضائية. فتحية لكل السلطات المحلية وأيضا عناصر الوقاية المدنية التي تواصل مجهودات ديالها من أجل إخماد النيران، وأيضا عناصر الأمن الوطني التي حضرت فور إبلاغها بهذا الحريق إلى عين المكان من أجل اتخاذ المتعين ومن أجل إنجاز محضر في الواقعة من أجل تحديد حيثيات وملابسة هذا الحريق المهول داخل هذا المنزل. كما تتابعون معنا متابعينا الأوفياء في هذه اللحظات.